طبتم وطابت أوقاتكم، مساء رياضي جميل عليكم أيها الأحبة المتابعين في كل مكان. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الملاعب، وفي حلقتنا هذه الليلة الكثير من الأخبار وأيضا المعلومات والتفاصيل والتحليل الفني وكذلك الرياضي. ومنتخبنا الوطني سينطلق مساء اليوم إلى مدينة البصرة العراقية للمشاركة في بطولة خليجي 25 الذي سيقام في مدينة البصرة. هناك الكثير من الأخبار وأيضا المعلومات الجيدة وأيضا السارة، خلونا نتعرف عليها من خلال عناوين حلقتنا هذه الليلة. وزير الشباب والرياضة يترأس الاجتماع السنوي لرؤساء الاتحادات الرياضية. المدير الفني للمنتخب: لا أعد بشيء في خليجي 25 وحاسبوني بعد خليجي 26. سبعة أيام فقط تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الخليج العربي في البصرة، ومنافذ العراق مفتوحة لجماهير البلدان المشاركة. أما في مأرب سمعون وتضامن حضرموت إلى نهائي دوري الدرجة الثانية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وخلونا نبدأ حلقتنا هذا المساء محليا. ومدينة مأرب تشهد في هذه الأيام عرس رياضي محلي واسع وكبير، تابعنا هذه المرة في الدوري الدرجة الثانية انتصارات عريضة وأيضا إنجازات كبيرة حققتها أندية حضرموت التاريخ حضرموت الغناء. ثلاثة أندية صعدت من محافظة واحدة على مستوى ثلاث المجموعات من الشحر وكذلك من حضرموت ونادي السلام. إذن التضامن وأيضا السلام وسمعون، ثلاثة أندية ذهبت، و اليوم المنافسة بين البطل والوصيف من حضرموت أيضا بعد أن خرج السلام وأيضا طليعة تعز، وستلعب المنافسة أو سيلعب المنافسة ناديي سمعون من مدينة الشحر وكذلك التضامن من مدينة المكلا 75 إلى 80 كيلو فقط تفصل بين المدينتين. وللحديث طبعا عن هذه الخلطات الرياضية الجميلة ينضم معي من هناك من حضرموت مدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجد. يسعد الله مساك كابتن حسن. مساء الخير والسرور، أهلا وسهلا قناة حضرموت قناة عدن الفضائية. أهلا وسهلا فيك كابتن حسن. ما الذي فعلتموه؟ يعني حقيقة أنتم حققتم هذه المرة إنجازات منقطعة النظير، ثلاثة أندية صعدت إلى دور الأضواء واليوم تتنافس على الوصيف والبطولة، تضامن المكلا وسمعون الشحر. شكرا أخي العزيز. طبعا أولا سعداء بتواصلكم معنا كمكتب وزارة الشباب والرياضة حضرموت الساحل. خلال الأيام الماضية طبعا حققت حضرموت إنجاز تاريخي كبير من خلال عودة نادي التضامن نادي سمعون إلى مصاف الدرجة الأولى، ايضا تاهل نادي سلام الوطن من سيون ليصبح ثلاثه انديه تاهلت حاليا، اضافه الى نادي شعب حضرموت الذي كان سفير حضرموت الوحيد الذي حقق انجازات كبيره جدا على مستوى الجمهوريه سواء كان على مستوى المركز او على مستوى الخارجي. اليوم طبعا نحن في بهجه وفي سرور وفي ابتهاج كبير جدا في حضرموت، كون ان هذا الانجاز تم التخطيط له من قبل الانديه الرياضيه مبكرا من خلال الدخول في معسكرات وفي اعداد بدني وفني متكامل
ايضا الاستعانه ببعض اللاعبين المتميزين على مستوى الجمهوريه بعمل تعاقدات معهم. الانديه عملت الشيء الكثير صراحه واستعانت بكل الكوادر الرياضيه سواء كان في مدينه الشعر او مدينه المكلا او في سيون، وكانت هذا التعاون هو ثمره لهذه الجهود التي بذلت من قبل. ايضا لا انسى الوقوف القوي والمساند ايضا من السلطه المحليه بممثله بالاستاذ مبروك مبارك الماضي محافظ المحافظه. و بهذه المناسبه طبعا نشكر ادارات الانديه التي عملت واجتهدت، نشكر ايضا اللاعبين الذين اجتهدوا داخل المصطفين الاخضر، نشكر الجماهير الكبيره التي ازرت الانديه في الحل والترحال سواء كان في دوري الذهاب او دوري الاياب. طبعا مجموعات الدرجه الثانيه هي كانت اربع مجموعات في مارب وشبوه وسيون والمكلا، وفي هذه التجمعات تاهل ثلاثه الانديه الحضرميه بالامتياز. وايضا في التجمع الاخير الذي يجري الان في مدينه مارب ثلاثه الانديه الحضرميه اضافه الى نادي طليعه تعز تاهل سمعون على حساب الطليعه وتاهل طرامون على حساب السلام. وعصر يوم غد الجمعه باذن الله ستكون المباراه الختاميه، وهي مباراه حضرميه خالصه فخورين، وليس هناك خاسر يوم غد ولكن الكل فائز لان حضرموت كلها تزينت بالوان ناديي التضامن ونادي سمعون وايضا نادي سلام الغرفه. نعم. هذا يجعلنا ان نشد الحيل ان شاء الله في المستقبل القريب ان ايضا ننظر الى بعض الانديه الاخرى العريقه مثل نادي المكلا، نادي اهل الغيل، من ضمن هذه الانديه سنقف معها وسنساندها باذن الله تعالى لتكون اكثر من اربع انديه ان شاء الله في الدوري الدرجه الممتازه. وحضرموت بكوادرها الرياضيه وبتاريخها هي تستحق ان يكون لها حصه في الاسد في مصاف انديه الدرجه الاولى، والحمد لله الان حققنا هذا بفضل من الله اولا ثم بفضل جهود الادارات الانديه واللاعبين والجمهور والحس ايضا الاعلام الرياضي يظل مساندا دائما مع الانديه ورفع معنوياتهم. نعم. كابتن حسن، ما الذي قدمتموه انتم في مكتب الشباب والرياضه لهذه الأندية، وما الذي يمكن أن تقدموه بعد أن تصبح في الدرجة الممتازة؟ وبلا شك الدعم سيصبح غير كافي، سيكون هناك الكثير من الأمور لابد من مضاعفتها حتى تستطيع المنافسة في دوري الدرجة الأولى، دوري الأضواء. الأمر ليس بالسهل، ليس كالدرجة الثانية. أكيد أكيد أخي العزيز. طبعا قيادة مكتب الشباب الرياضة منذ فترة الإعداد للأندية المذكورة كانت مساندة لها موجودة لها، وأيضا خلال البطولة كنا موجودين وكنا نعازرهم وكنا لدرجة حتى أننا نتواصل مباشرة مع اللاعبين ورفع معنوياتهم، وأيضا المتابعة طبعا من جانب السلطة المحلية بدعم الأندية. وبالفعل تجاوب معنا المحافظ المحافظة و كرم لكل نادي 4 مليون ريال قبل الصعود الى انديه الدرجه الاولى، وهذا ايضا اعطاهم حافز كبير بان يبذلوا الجهد طالما انهم شعروا بان السلطه المحليه ومكتب الشباب الرياضه وكل الجماهير هي من ساند الانديه، وكان هذا طبعا شيء ايجابي لتحقيق هذه الانتصارات. طيب كابتن حسن، خليني ادخل معك بسؤال مباشر. جاركم مكتب الشباب والرياضه في ريف حضرموت جابوا 2 مليون ريال لسلام الغرفه اثناء صعوده، انتم ماذا جبتم لتسمعون وايضا للتضامن؟ طبعا اولا السلطه المحليه حسب ما قلت لك دفعت 4 مليون لكل نادي. انا اكلمك كمكتب شباب رياضه ساحل حضرموت، دائما عندما نتابع لهذه الدعومات نتابع لحضرموت بشكل عام، ولا نتابع لنادي او ناديين او ثلاث انديه، نتابع لكل الانديه المشاركه. ال 2 مليون طبعا اللي سمعتوا عنها انه تم تكريمهم لاسلام الغرفه، هي ليس لاسلام الغرفه فقط ولكن هناك تكريم ل 2 مليون للتضامن، 2 مليون لاسلام الغرفه و 2 مليون لنادي سمعون. ولكن ما تم تناقله في برامج التواصل الاجتماعي ان هناك دعم لنادي سلام فقط، وهذا طبعا معلومه خاطئه. كل الدعم الذي ياتي من السلطه ومن الشخصيات الكبيره ومن المؤسسات هو يكون دعم
لكل الأندية المشاركة في بطولة الدرجة الثانية. هل من تكريم سيقيم مكتب الشباب والرياضة للبطل والوصيف خلال الأيام القادمة؟ أكيد طبعا، السلطة المحلية بجهة المحافظ هو مهتم تماما، نحن متواصلين معه يوميا مشان عملية تكريم الأندية واستقبالهم في محفل كبير يرعاه طبعا محافظ المحافظة، ونحن بانتظاره إن شاء الله خلال الأيام القريبة القادمة سيصل محافظ المحافظة إلى حضرموت، وسيتم هناك تكريم الثلاث الأندية في حفل كبير بإذن الله تعالى. كابتن حسن، سمعون ولا التضامن في مباراة الغد؟ حضرموت. والأقرب؟ برضو حضرموت. صدقنا يعني نحن سعداء جدا بين الناديين من حضرموت، يفوز سمعون يفوز التضامن، أهم حاجة أنه البطولة هي ستعود لحضرموت، والأهم من هذا ليس البطولة، الأهم هو التأهل، الأهم أنه التضامن سمعون وسلام غرفة تأهلت إلى 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 دوري الأضواء. صحيح، وسيكون لنا كلمة كبيرة إن شاء الله في مستقبل بإذن الله. أنا أشكرك كثير الشكر ضيفي العزيز عبر خدمة الهاتف الكابتن حسن مسجدي، مدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل محافظة حضرموت الغناء، واحدة من أكثر المحافظات اليمنية قريبة إلى قلبي. إذن مشاهدي الكرام، خلونا نذهب إلى مدينة مأرب ونتابع من هناك بعض اللقاءات مع المسؤولين عن هذه البطولة التي تجري هذه الأيام، المباريات النهائية لتحديد بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية للموسم الحالي. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن سعداء في هذا المساء اليوم ندشن تصفيات بأبطال تجمع المحافظات لأربعة أندية من محافظة حضرموت، المكلا وسيئون والطليعة تعز. نحن في مأرب سعداء بهذا التجمع، ونحن دائما في خدمة الرياضة وفي خدمة الرياضيين. مأرب تحتضن الجميع ومأرب هي للجميع. اليوم إن شاء الله يعني في هناك مباراتين، وإن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة القادمة سيكون المباراة النهائية. سعداء بالطاقم الموجود وسعداء بالأندية وهم ضيوف علينا، فمرحبا بالجميع. طبعا حرص الاتحاد اليمني ممثلا برئيس الاتحاد الشيخ محمد صالح العيسي على إنجاح النشاط الداخلي بعد أن كان في فترة من فترات يكتفي أو يقتصر النشاط على النشاط الخارجي المتوثر مشاركة المنتخبات الوطنية الناشئين والشباب الأولمبي والمنتخب الأول، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا. لذلك كانت الاتحاد حريصة جدا على نجاح النشاط الداخلي المتمثل بدوري الدرجة الأولى، والحمد لله كان موسم 2021-2022 أيضا أبطال المحافظات، والآن الحمد لله انتهينا من دوري الدرجة الثالثة، والآن نحن في المربع النهائي الذي يمثل بطل ووصيف الدرجة الثانية. لا شك طبعا تم اختيار ملعب مدينة مأرب نظرا لأنه يعتبر أحدث ملعب موجود داخل الجمهورية اليمنية، أيضا من الملعب التي محاطة بسياج أمني كبير جدا يعزل الجماهير عن 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 النزول إلى إلى أصحاب الملعب. كذلك أيضا كان هناك لابد خاصة بعد صعود ثلاثة أندية من حضرموت وأيضا نادي من تعز، لكن لابد من وجود ملعب محايد، وبالتالي كان أقرب ملعب محايد كان ملعب مدينة مأرب، لذلك تم اختيار ملعب مدينة مأرب، والحمد لله البطولة إن شاء الله ناجحة وتكلل بخير. أولا نشكر كل من ساهم في هذه في نجاح هذه البطولة في محافظة مأرب، نشكر ترحيب المحافظ والأعضاء في الاتحاد، والحمد لله فوزنا اليوم بنص النهائي وتأهلنا النهائي بفضل الله ثم فضل الشباب، نقول هارد لك الفريق الطليعة وإن شاء الله نتمنى أن نأخذ البطولة هذه. خلونا مشاهدي الكرام نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل. إذن مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بعد أن تعرفنا على عناوين حلقتنا هذه الليلة خلونا نبدأ من أهم ما يمكن الحديث عنها، المؤتمر الصحفي الذي شاهدنا من خلاله تقديم المدير الفني لمنتخبنا الوطني المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، و
خلونا نذهب مشاهدي الكرام لنتعرف ولو بجزئية بسيطة عن أبرز ما ورد في المؤتمر. وطبعا الحديث بشكل مفصل وقراءة تحليلية وأيضا فنية لما ورد في هذا المؤتمر، يشرفني أن أرحب بضيفي الذي ينضم معي عبر خدمة الهاتف، لاعب منتخبنا الوطني السابق والمدرب في إحدى الأكاديميات الرياضية الشهيرة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، الكابتن فؤاد العميسي. أسعد الله مساك بالخير كابتن فؤاد. أهلا وسهلا، وأحب أمسي عليك وعلى جميع الكرام. أهلا وسهلا فيك كابتن فؤاد، أنا حقيقة سعيد بوجودك معي لأول مرة في برنامج زوايا الملاعب، ونتحدث اليوم حقيقة عن مرحلة مفصلية لإعادة إنتاج منتخبنا الوطني، بل منتخباتنا، لأنه بحسب ما ظهر لنا في العقد بأنه ميروسلاف سكوب لن يدرب المنتخب الأول فقط، بل سيدرب منتخب الأولمبي أيضا وسيشرف على المنتخب الأول، عفوا الشباب وأيضا الناشئين. فؤاد، قل لي قراءتك أنت الفنية لأبرز ما ورد في المؤتمر الذي من خلاله تم تقديم مدرب منتخبنا. والله أحب أقول أنا جدا جدا سعيد بالتوقيع مع الكابتن سكوب في هذه الفترة. صح إن الوضع ما يشبهش الفترة اللي راحت، فترة سابقة كان معنا دوري وكان معنا منافسة وكان حتى الرتم كان بدأ يعلى وكان المنافسة كانت بشكل ممتاز جدا. نعم. الآن حاليا يعني ما في المقومات اللي كانت في السابق، فأنا بصراحة مستبشر خير بالكابتن سكوب، حتى وإن كان يعني الفترة هذه القريبة ما وعد بشيء. نعم. ما وعد بنتائج، وهذا شيء طبيعي جدا بحكم أنه لا يوجد دوري، لا يوجد منافسات، حتى اللاعبين اللي تم اختيارهم للمنتخب تقريبا يجهل بأي مكان بيلعبوا أو ما تابعهم بشكل عام، حيث كان اختيار منتخب آخر منتخب شارك. نعم. وبعض اللاعبين اللي تم تطعيمهم واختيارهم من قبل الكابتن محمد الزريقي اللي هو مساعد المدرب، مشكور إنه اشتغل في هذا هذه الظروف وفي هذه الإمكانيات. نعم. طبعا الكابتن سكوب من جهة فنيا عالي جدا، أنا بالنسبة لي أنا شخصيا من أفضل المدربين اللي دربت معاهم، مدرب متطور دائما يبحث عن جديد، بيشتغل بوتيرة عالية، بيحاول أنه يأخذ أفضل لاعبين ممكن، مش بس الإمكانيات اللي هو ما يختار على حسب بس الإمكانيات، وإنما تكتيكيا بيختار، هو عارف إيش يعني يعمل، هو عارف إيش يختار بالضبط. نعم. نتركه يشتغل وإن شاء الله بإذن الله بيكون معنا منتخب كويس، بس في نقاط معينة ضروري إنها تكون متواجدة إذا ما طلبنا منتخب يكون مستوى عالي. نعم. ما طبيعة هذه النقاط كابتن فؤاد؟ أولا زي ما قلت لك، أول شيء يكون في منافسة في دوري عام، ويكون نعم. المدرب متواجد في اليمن. أنا سمعت إن في شرط إنه صعب إنه يتواجد في اليمن بسبب الظروف وال يعني المشاكل اللي موجودة في اليمن، إنه ما فيش أمن. فإن كان هذا الشرط موجود فضروري يكون في البديل، والبديل هو إنه يكون في قناة ناقلة للدوري العام، وتكون حتى وإن كان مش يعني على الهواء، تكون تسجيل ويتم نقل المباراة كاملة، وهو له الاختيار عشان يقدر يشوف ويقدر يحدد ويختار اللاعبين المناسبين لطريقة لعبه للتشكيلة اللي هو يحتاجها. نعم. طيب كابتن فؤاد، كابتن فؤاد خلينا نخوض ثاني شيء
نعم خلينا كابتن فؤاد نخوض في بعض ثاني شيء انه يكون في توفير جميع المتطلبات اللي يطلبها المدرب كمباريات وديه، وتكون في تحديد متى يبدا الموسم ومتى ينتهي، متى ايام الكيفه وكيف نستغلها. نعم وضحت الفكره. كابتن فؤاد خلينا نخوض في تفاصيل رؤية المدرب ميروسلاف سكوب. لاحظنا بأنه اعتمد بشكل كبير جدا على اللاعبين ذوي السن المبكر ما تحت 23 عام، ما الذي يريد الوصول إليه من خلال هذا الجانب؟ استبعد كل اللاعبين باستثناء مدير عبد ربه فقط، هو الذي ما يزال موجود من المنتخبات السابقة، فيما بقية اللاعبين بالكامل تم استبعادهم، وأيضا الحارس محمد أمان بحكم أنه لعب في البطولتين الأخيرة تقريبا، وكذلك الحارس إلى جانب محمد أمان. هل هذا الرؤية يعني تشير لنا إلى أمور فنية يمكن الحديث عنها بشكل موسع في هذا الجانب؟ والله يمكن يعني تقدر تفصلها الرؤية هذه عامة وفي خاصة. العامة هو حاول يختار اللاعبين المتواجدين في المنتخب. طبعا هو يعرف أسماء اللاعبين اللي كانوا موجودين من قبل، بس بحكم إنه ما كان في دوري وما في منافسة، فأغلب اللاعبين ما شاركوا في الدوريات، فمش عارف إن هذا اللاعب مستمر أو مش مستمر. نعم. وكان عنده شرط على الفترة الأخيرة إنه أي لاعب ما يتم يستدعي أي لاعب إلا إذا كان في نادي وما زال في المنافسة، ما زال يلعب دوري مستمر. نعم. فلذلك اختار من المتواجدين. أما بالنسبة لو قصينا الموضوع خلينا خاص، فهو بيحضر المنتخب زي ما قال أولمبي، وبيختار من اللاعبين الشباب بحيث الفترة اللي بيأخذها تقريبا هي 3 سنوات أو أكثر أو أقل، ما أنا مش عارف كم في العقد، بس كل اللي احنا فهمناه من العقد إنه 3 سنوات حتى خليجي 26. نعم العقد فترة العقد 3 سنوات بحسب ما وردنا من بعض الجهات الرسمية. فهو بيحضر ل3 سنوات هذه، هو كيف يختار لاعبين بحيث إنه يكون في عنده تطوير بشكل مستمر، واختيار مجموعة هو ما بيفكرش نهائيا في خليجي 25 اللي هو في البصرة بأي نتائج كانت، غير إنه يوقف على الزوام اللاعبين اللي بيختارهم فيما بعد اللي بيستمروا معه. فشيء طبيعي ورؤية جدا ممتازة. جميل. أنت كابتن فؤاد يعني بحكم أنك لاعب منتخب وطني سابق وابن الوطن، وبلا شك يعني لديك الكثير من المعلومات والتفاصيل عن اللاعبين الذي يستحقوا والذي لا يستحقوا أيضا أن يكونوا، هل أنت مع هؤلاء الأسماء الذي موجودين اليوم معنا في التشكيلة في المعسكر في القاهرة الذي سيتحرك الليلة أو ربما غدا إلى بغداد، أم في أسماء كان يفترض أيضا استدعائهم وتجريبهم؟ طبعا في البداية هنقول إن الوقت كان قصير جدا، المدرب ما أتيحت له الفرصة من قبل فترة عشان نقول هذا يستحق وهذا ما يستحق، ما استدعى كل اللاعبين أكيد، يعني ما شاف الدوري الأخير اللي هو كان قبل سنة اللي كان في فيئون الدوري الأخيرة، فأكيد إنه يعني الفترة كانت بسيطة جدا، وهذول اللاعبين الموجودين هو على حسب اللاعبين الموجودين أختار. ولكل مدرب متطلبات في اللاعبين على حسب طريقة لعبه، على حسب الإمكانيات اللي موجودة، فأكيد أنه الفترة هذه ما يقدر نحاسب الكابتن وهل يستحق اللاعبين أو ما يستحق، وأكيد هو له رؤية، ورؤية أن هذول هم الأفضل لطريقة لعبه هو. جميل. فممكن لو يجي مدرب آخر ممكن يختار لاعبين غير الموجودين، فهمتني؟ نعم. فإن شاء الله بإذن الله بتبان الرؤية في الفترة ما بعد كأس الخليج. صحيح. فأنا كل شيء في المدرب إنه اختار الأفضل بالنسبة له لطريقة لعب. جميل. إذا كابتن فؤاد خلينا نخوض يعني في الأسئلة الأخيرة قبل أن نودعك. بلا شك أنت تابعت المعسكر الداخلي الذي أقيم في عدن، ومن ثم انتقلوا إلى مصر ولعبوا 6 مباريات تجريبية، خسروا في البعض منها وفازوا في أخرى أيضا. هل هذه المباريات كافية لتقديم على الأقل نتائج مشرفة في 25؟ الله يكون صادمك، صعب جدا ان انت تقول كلمة مشرفة في البطولة القادمة الا اذا كان في رغبة عند اللاعبين. وبالنسبة لفترة الاعداد فترة بسيطة جدا، ونشكر الكابتن محمد سالم الزرقي على
الفتره اللي قدمها مع المنتخب على تحضير اللاعبين وثبت اسلوب الجهاز الفني بشكل عام. بالنسبه للفتره فتره بسيطه جدا ولا يوجد دائما لا منافسات لا يوجد مباريات دوليه، لاعبين اغلب اللاعبين ما عندهم الخبره الكافيه، يعني اعتقد اذا 40% الى 50% من اللاعبين لم يلعبوا مباريات دوليه من قبل وما ولم يلعبوا حتى مباراه رسميه واحده. فهذا هذه مشكله. من جهه ثانيه الاعداد جدا جدا بسيط وما ابغى اقول ركيك يعني. بس المفروض ان احنا نقدر نقدم اكثر من كذا. لكن يا كابتن فؤاد لا تنسى انه لدينا 7 إلى 8 لاعبين محترفين متواجدين في انديه بالخارج في عمان وكذلك في مصر في العراق في ليبيا في تونس جايين من اوروبا، هل هؤلاء 7 و8 اللاعبين يمكن اضافه 4 إلى 5 لاعبين من الافضل موجودين في المعسكر ويجيبوا لنا شيء على ارض الواقع؟ والله هي اللاعبين المحترفين خارج اكيد انها بتكون قوائم المنتخب مرتكزه عليهم واكيد انهم جاهزين وبيقدموا مستوى طيب انديتهم اللي هم محترفين فيها، فاكيد انه بيكون القوام عليهم وان شاء الله باذن الله ان احنا نقدم مستوى طيب. يعني اذا كان ثقتنا في اللاعبين المحترفين زي ما انت عارف الفتره اللي راحت كان بعض الاحيان نستدعي اللاعبين المحترفين وما يلعب. نعم. تفكيرنا باللاعب المحلي او ان احنا شايفين ان اللاعب المحترف ما يستاهل انه يلعب اساسي في المنتخب. نعم. السؤال الأخير، لاحظنا في المؤتمر الصحفي حديث ربما مبشر للمدرب يقول بأنه سيأخذ اللاعب حمزة وكذا المهاجم حمزة وكذلك الحارس محمد أمان إلى أوروبا ما بعد البطولة لتأهيلهم، أعمارهم ما زالت صغيرة وممكن يكونوا شيء في المستقبل، أهمية ذهاب مثل هكذا لاعبين إلى أوروبا لتأهيلهم وتطويرهم حتى فكريا أيضا للتعامل مع المدرسة الأوروبية؟ والله إحنا محتاجين هذا التسويق من زمان، يعني أغلب الانتخابات وأغلب الدول العربية اللي هي زي تونس والمغرب والجزائر تعتمد على هذا الشيء، لاعبين عاملات أكاديميات وعاملات سوقين عشان يوصلوا للفكرة الأوروبية واللاعبين ممكن يتحضروا ويجهزوه في أوروبا، فهذا شيء جدا جدا إيجابي، وإذا حضر هذا الشيء أكيد الفائدة بتعم للاعب بشكل خاص وللمنتخب الرياضي بشكل عام، فأتمنى أن هذا الشيء يستمر ويقدر ينسقه مع أندية في أوروبا أو مدارس بحيث أنه يقدروا يأهلوا لاعبين يخدموا المنتخب في المستقبل. أنا أشكرك كثير الشكر لاعب منتخبنا الوطني سابقا الكابتن فؤاد العميسي واليوم المدرب في أحد الأكاديميات الرياضية الشهيرة في مدينة جدة، كنت معي عبر خدمة الهاتف، يعطيك ألف عافية، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في بطولة خليجي 25. وللحديث أيضا مشاهدين الكرام بشكل أوسع حول المباريات 6 التي خاضها منتخبنا الوطني الأول في معسكره الخارجي بجمهورية مصر، تابعنا المباراة الأخيرة التي خسرها من طلائع الجيش 1-0. ينضم معنا عبر خدمة الهاتف من جمهورية مصر الشقيقة الزميل العزيز والإعلامي المعروف الأستاذ محمد الشومي. محمد سعد الله مساك بالخير، سعداء جدا بتواجدك معنا في زوايا الملاعب، أنت تابعت وحضرت المباراة الأخيرة أو ربما المباراتين الأخيرة لمنتخبنا الوطني، كيف يمكن الحديث عن أداء منتخبنا وهل فعلا هذه المباريات تكفي بالغرض لخوض البطولة والمنافسة أيضا فيها؟ شكرا لك بداية علي، شكرا لبرنامجك زوايا الملاعب، أتمنى لك دائما التميز وأنت شخص متميز ومجتهد وتستحق كل الخير. منتخبنا اليوم أنهى البروف الأخيرة له قبيل التوجه إلى مدينة البصرة العراقية للمشاركة في بطولة كأس خليجي 25. طبعا منتخبنا اليوم لاعب أمام نادي طلائع الجيش الذي يعتبر واحد من الأندية المتميزة في الدوري الممتاز لكرة القدم المصري. طبعا نادي طلائع الجيش احتل المركز الرابع في الموسم الماضي ويمتلك عدد من اللاعبين الأفارقة واللاعبين المحليين، بعضهم يلعب في أندية كبيرة وكذلك لديهم لاعب أو لاعبين من
من لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بالإضافة إلى الحارس الثالث الاحتياطي لمنتخب مصر هو من كان يحمي عرين نادي طلائع الجيش. نعم. كيف تابعت محمد؟ كيف تابعت المباراة؟ تفاصيل المباراة، أداء لاعبينا في المباراة؟ نعم، بشكل عام يعني منتخبنا كان في فترات كثيرة في المباراة هو الأفضل وهو الأكثر استحواذا، كذلك اليوم انضمام اللاعب أحمد ماهر لأول مرة، والمشاركة إلى جانب اللاعبين كان له دور كبير. الأداء بشكل عام يتطور شيئا فشيئا من مباراة الخرسان إلى مباراة طلائع الجيش، بالإضافة إلى انضمام اللاعبين المحترفين خلال الأيام القليلة المتبقية سيكون له تأثير كبير في أداء منتخبنا. يشكل المحنة كبيرة على عاتق سكوب ومساعده الزريقي وبقية اللاعبين، لكن أتوقع أننا لن نكون مجرد جسر عبور لبقية المنتخبات. منتخبنا بالفعل هو يحتاج للكثير، يحتاج لإعداد طويل كما تحدث المدرب أنه لا يعد شيء في هذه البطولة، لكن هو يعد منتخب للمستقبل. أكثر شيء ملفت للنظر علي تواجد أسماء شابة أول مرة تتواجد مع المنتخب، بالإضافة إلى نجاح أبناء الجالية. يعني اليوم نتحدث عن 3 لاعبين ربما هم من الأعمدة الرئيسية في التشكيلة للكابتن سكوب، تحدث عن لاعب نادر سهل الذي يلعب في دوري الثانية السعودي، وكذلك لاعبين من الجالية اليمنية في أمريكا وهم هارون الزبيدي بالإضافة إلى العمري. هؤلاء اللاعبين استطاعوا أن يثبتوا جاهزيتهم للانضمام والانخراط في صفوف المنتخب الوطني. كما أسلفت المنتخب يحتاج للكثير ويحتاج للوقت ويحتاج للصبر من قبل الجماهير اليمنية، وربما خلال 6 إلى 7 أشهر نشاهد منتخب مغاير لما كنا نشاهده في الماضي. نعم، هذا ما نتمنى حقيقة. أنا أشكرك كثير الشكر زميل العزيز الإعلامي المعروف الأستاذ محمد الشومي على هذا الوقت الذي منحتنا إياه للحديث عن المباراتين الأخيرة التي خاضها منتخبنا الوطني قبل الذهاب للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام خلال الأيام القليلة القادمة في مدينة البصرة العراقية. مشاهدين الكرام، فاصل وبعد الفاصل نواصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام، وفي هذه الأثناء نطير إلى جمهورية العراق الشقيقة التي ستحتضن بطولة كأس الخليج العربي 25 أيام فقط. تفصلنا عن هذا الحلم المرتقب. اليوم أنظار الخليج بل والوطن العربي أيضا بأسرى إلى هناك في مدينة البصرة، وطبعا في 6 من يناير القادم ستنطلق هذه البطولة وستجمع المنتخب العراقي الشقيق مع عمان والمنتخب اليمني مع أيضا السعودية. كل التوفيق للمنتخبات الخليجية المشاركة في هذه البطولة. وينضم معي عبر خدمة السكايب الزميل العزيز من هناك الأستاذ أكرم زين العابدين، وهو صحفي ومحلل رياضي. أستاذ أكرم، سعد الله مساك بالخير. صف لي الأجواء، كيف هي الأجواء عندكم هناك في العراق؟ واليوم بلا شك الشارع العراقي حتى اللي ما لهم علاقة بالرياضة يترقبون انطلاق البطولة. مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة عدن الفضائية. أهلا وسهلا باليمن السعيد، اليمن العزيز. إن شاء الله تكونون ضيوف أعزاء أشقاء على العراق في خليج 25، أنتم وبقية الأشقاء بالخليج العربي في بصرة الخير، بصرة العراق. طال انتظارنا لكم حقيقة، طال الانتظار، لأنه آخر بطولة العراق نظمها في عام 1979 صحيح، فالفترة طويلة جدا. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. أهلا وسهلا فيك. نعم، نحن أيضا سعداء جدا بأن نأتي إلى الأراضي العراقية ونترقب ونلاحظ ونتابع
شغف الجمهور العراقي الذي سنستمتع بلا شك. أستاذ أكرم، هل اليوم خلاص بات كل شيء جاهز؟ الملاعب جاهزة، المركز الإعلامي جاهز، الفنادق، كل شيء أصبح جاهز لاستقبال عشاق وجماهير كأس الخليج العربي 25؟ نعم، حقيقة أنت سألتني بالبداية سؤال على كيف العراق بيستقبل هذه البطولة. شغف الجماهير حقيقة شغف، يعني في الموضوع مثل ما يقول ما يعني نصعب التعبير من خلاله، لأنه العراقيين وكل الأنظار متجهة على البصرة، الكل تريد تسافر للبصرة، تتواجد في البصرة، تتواجد بالمدرجات، تتواجد بأجواء خليج البصرة. هذه البطولة الغالية على العراقيين وكذلك على دول الخليج واليمن، الكل حقيقة يريد يقدم دعم لهذه البطولة من خلال تشجيعها، من خلال حضورها على مدرجات الملاعب وكذلك الساحات المخصصة للمشجعين والأمور الأخرى. بالنسبة للتحضيرات، التحضيرات وصلت إلى يعني انتهت تقريبا، وصلت إلى مراحلها النهائية، وخاصة يعني الافتتاح الرسمي كان لملعب الميناء في يوم 26 الماضي. نعم. وغدا هناك مباراة ثانية لافتتاح آخر كذلك لمباراة تجمع منتخبنا الوطني والمنتخب الكويتي الشقيق، ستجري غدا مساء. ملعب البصرة الدولي، ملعب جذع النخلة، جاهز منذ يعني أسابيع تقريبا. هذا الملعب الكبير اللي يعتبر من أحد أكبر الملاعب في المنطقة، يسع ل 65 ألف متفرج. بالنسبة للمراكز الإعلامية، المراكز الإعلامية موجودة، المركز الإعلامي الرئيسي في فندق مناوي باشا، وكذلك هناك مركز في ملعب جذع النخلة، ومركز آخر في ملعب الميناء، وكذلك هناك مركز آخر في فندق المينيليوم. حقيقة كل الأمور جاهزة، وزارة الشباب الرياضة، الحكومة العراقية، الاتحاد العراقي لكرة القدم، محافظة البصرة، محافظ البصرة، كل الناس يعني جهودهم منصبة على إنجاح هذه الاستضافة المهمة لخليج 25، خاصة هي يعني أتت في فترة قصيرة جدا بعد انتهاء مونديال قطر، فهناك حتصير مقارنات، وإن شاء الله احنا على قدر المسؤولية وسنقدم نسخة متميزة من خليج 25 من بطولات الخليج، وتكون مرضية بالنسبة لكل الأشقاء وكذلك اليمن السعيد، وإن شاء الله تشوفون على أرض الواقع الترحاب والاستقبال الحافل والأمور المتوفرة إن شاء الله للجمهور الخليجي وكذلك لكل المنتخبات، إن شاء الله تشوفوها وإن شاء الله تسعدون فيها دائما بإذن الله. وإحنا حقيقة نشد على أيديكم ونتمنى حقيقة أن تكون النسخة هذه خليجي 25 نسخة متميزة ومتفردة بكل معانيها وكذلك تفاصيلها. فيما يتعلق أستاذ أكرم بالملاعب الثانوية اللي حتكون ملاعب التدريب والتأهيل، كم الملاعب الموجودة إلى جانب الملاعب الرئيسية اللي حتكون فيها المباريات؟ يعني هو هناك 4 ملاعب في مدينة البصرة الرياضية اللي قريبة على ملعب جذع النخلة، وكذلك ملعب الفيحاء 10,000 متفرج، إضافة إلى وجود ملاعب تدريبية في ملعب الميناء الدولي، إضافة إلى وجود ملاعب أخرى في بقية الأندية اللي موجودة في البصرة. هناك ملعب نفط الجنوب وكذلك ملعب البحري، كل هذه الملاعب فيها ملاعب للتدريب بإمكاننا الاستفادة من عدها ويعني استخدامها لتدريب منتخبات التي ستشارك في البطولة. إضافة إلى موضوع مهم بأنه هناك ساعات مخصصة لكل منتخبات، بإمكان الملاعب الأربعة تكفي يعني لتكفي بالغرض، لكن هناك أكثر من هذه الملاعب الأربعة اللي موجودة حاليا في البصرة لأجل خدمة خليجي 25 ولأجل خدمة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة. نعم. سؤال الأخير كابتن أكرم، وخلينا نخوض كذا في مسألة المباريات. أنت بلا شك تابعت التحضيرات للمنتخبات المشاركة في هذه البطولة، فتوقعك من المنتخبات الأكثر جاهزة لخوض المنافسة والحصول على اللقب أيضا؟
حقيقة من خلال متابعتي للأسماء اللي ستحضر لبطولة الخليج بالنسبة للمنتخب، أول مرة نأخذ المنتخب العراقي، المنتخب العراقي ستخلو قائمته من أكثر من 10 لاعبين من اللاعبين المحترفين، وذلك لأن البطولة ستقام خارج أيام لبيبا داي، فالبركة بالموجودين إن شاء الله، وإن شاء الله يكونون عند حسن الجماهير العراقية والجماهير العربية ويحاولون يظهرون بشكل جيد. بالنسبة للمنتخب اليمني، يعني أنا شفت أتابع منذ أشهر تقريبا، أتعاقد ويا منتخب الأولمبي العراقي السابق سكوب الشيكي سكوب، وبدأت استعداداته تأخذ طابع آخر بالنسبة للمعسكر اللي موجود في مصر، خاض عدد من المباريات، من الممكن أن يكون جاهز بالنسبة لهذه البطولة بشكل يعني لا بأس به. بالنسبة للمنتخب السعودي، المنتخب السعودي أعلم بأن المنتخب الذي سيشارك في خليجي 25 لا يضم لاعبي نجوم المنتخب الأول اللي شاركوا في مونديال الدوحة، فحقيقة ما نعرف بالضبط، لكن أنا أعرف المدرب اللي سيشرف على هذا المنتخب اللي هو أغلب عناصره من المنتخب الأولمبي، سبق وأن حقق بطولة غرب آسيا ويعني بطولتين لغرب آسيا، وهذا المدرب يحمل فكر تدريبي عالي بإمكانه أن يعني يسبب يعني صعوبة بالنسبة للمنتخبات المشاركة في المجموعة. يبقى المنتخب العماني، المنتخب العماني يعتبر من أفضل المنتخبات اللي موجودة في المجموعة الأولى، وذلك لكونه يستعد منذ مدة وخاض مباراة تجريبية مع المنتخب السوري فاز فيها، ومثل ما نعرف المدرب مات برانكو من الأسماء التدريبية المهمة، والمنتخب العماني يضم كفاءات شابة صار لهم سنوات يلعبون مع بعض، هناك حالة من الانسجام، حالة من الروحية الإيجابية الموجودة في الفريق، فسيكون كذلك عنصر مهم بالمجموعة، ومن الممكن أن يسبب يعني قلق بالنسبة للفرق الأخرى. المجموعة الثانية إذا ننظر لها، ننظر المنتخب الإماراتي كذلك يحاول بأنه يعيد ترتيب أوراق فريقه، أبعد عدد من اللاعبين من لاعبي الخبرة، حاول يعني يستعين بلاعبي الشباب من أجل إعداد منتخب وطني استعدادا للاستحقاقات المقبلة، ومن الممكن بأنه المدرب مالته يكون جاهز لهذه البطولة. بالنسبة للمنتخب القطري، المنتخب القطري جل عناصره من خارج تشكيلة المنتخب اللي خاض مونديال الدوحة الأخير، وكذلك المدرب مدرب برتغالي جديد. بالنسبة للمنتخب الكويتي، المنتخب الكويتي حقيقة يعني العناصر مالته القديمة، عناصر الخبرة، حاول قدر الإمكان المدرب يبعدهم، وحاليا يعني يستعد لخوض مباراة تجريبية مع المنتخب العراقي، وسوف تظهر يعني ملامح هذا الفريق بشكل أفضل من خلال مباراة غدا. أخيرا المنتخب البحريني حامل لقب النسخة الأخيرة، النسخة الماضية التي أقيمت في الدوحة، هذا المنتخب منتخب حقيقة جل عناصر باقين، الانسجام موجود بيناتهم، نفس المدرب باقي، من الممكن أن يعني يحاولون قدر الإمكان بأنه يحافظون على لقب النسخة الماضية اللي حافظوا عليها من خلال منافستهم مع المجموعة الثانية التي ستقام مبارياتها في ملعب الميناء الأولمبي، ويترشح طبعا من كل مجموعة فريقين، وتستمر البطولة إن شاء الله، وإن شاء الله كل المنتخبات حظوظها قائمة، ومثل ما شفنا في مونديال الدوحة بدأت التحليلات، بدأت يعني الترقبات بالنسبة للمنتخبات الكبيرة أو المنتخبات اللي تحمل اسم كبير، انتهى هذا الشيء، وإنما بدأ عصر جديد في كرة القدم، هو عصر بأنه أنت كل ما تعطي أكثر في الملعب، وكل ما يكونون عناصرك جاهزين، كل ما توصل إلى المراحل المتقدمة في أي بطولة شارك فيه. صحيح، نعم بالضبط. شكرا كثيرا لك على كل هذه المعلومات وأيضا التحليل والقراءة، الزميل العزيز الأستاذ أكرم زين العابدين، صحفي رياضي
من الأشقاء العراقيين. يعطيك ألف عافية، شكرا كثيرا لك لمنحنا هذا الوقت الثمين من وقتك، يعطيك العافية. مشاهدي الكرام خلونا نذهب لمتابعة هذه الأغنية من الأغاني العراقية الجميلة الترحيبية بخليجي 25. مرحبا مرحبا هلا بالخليج وهنوات الدار. يا مرحبا بالخليج يا مرحبا، هليتوا مثل العيد، شعب العراقي ناطر ناطر بيكم فرحنا يزيد. يا مرحبا فاتح بابه ناطر جميع احبابه، من زاخ والمحروسه للبزره الحبابه. يا مرحبا بالخليل، يا مرحبا بهالجار يتمشى بالعشار، انتم اصحاب الدار. يا مرحبا بالخليل، يا مرحبا بالخليل، ايه يا عيني يا عمان يا اجمل الاوطان، قطر رفعت راس بالخريطة عنوان. يلا حياكم يبا حياكم بالبصرة نتلقاكم، حياكم يبا حياكم بالبصرة نتلقاكم، حياكم يبا حياكم بالبصرة نتلقاكم، يبا حياكم بالبصرة نتلقاكم. لعب نجومة الكويت الأزرق حيو حلوة وطيبة علامة. يا مرحبا وعيالي زايد غير، مرحب بوجه الخير، شما نعمل مقصرين ويخوننا الدابير. يا مرحبا بالخليل، اليمن والبحرين هما نظر هالعين، نستقبل الأخوان احنا العراقيين. يا مرحبا بالخليل، حياكم يوبا حياكم صدر رافدين وياكم، حياكم يوبا حياكم بالبصرة نتلقاكم، حياكم هلا وحياكم زلم العراق وياكم، حياكم يوبا حياكم بالبصرة نتلقاكم. إذن مشاهدي الكرام بهذه الأغنية نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا هذا المساء، شكرا كثيرا على كرم الإصغاء وطيب المتابعة، وحتى نلتقيكم بمشيئة الله في حلقة قادمة من زوايا الملاعب. هذا علي حميد الأهدل يحييكم، وهي تحية طاقم العمل، أراكم بخير، إلى اللقاء.